ولا الحمد لله معنا كما قلت معنا لقاء هو كان صحيح وشكلي من انا حاطين معنا فما تغييرات في التشكيله قاعد المدرب قاعد يشوف شو فماش ما فماش معنا الحمد لله واحد عملنا لقاء باهي محترم سورتو معنا انتصار يخليك تبدا مرتاح في البلاي اوف ان شاء الله وبالكره اللي على البار هي كيفاه والله الكره اللي على البار وشوط الاخرى واحد الحمد لله واحد قاعد كل بارتي قاعد يوري اللي هو معناها قاعد يقدم مردود باهي كما قلت انا قبل معناها ملي ترشحنا اهم حاجه لازمنا نبداو لجورجي معناها الماتش هذا واللي قبله ماتشاتنا معناها شكليين ان شاء الله من لقاء نادي الفريق ان شاء الله باش نبداو معناها الماكينه تدور وربح يجيب الربح ان شاء الله. على انت في الفاس الاولى ماركيت 5 بونتو نجموا نشوفوا 5 اخرين بلاي اوف. مال علاش نخدم انا واحد يخدم مول بقى على ربي ان شاء الله توفيق من عند ربي ان شاء الله. سي سي اسم المباراه الاخرى قاعده تاخذ في مكانتك في التشكيله الاساسيه. سي في واحد يخدم على روحه الباقي على ربي هكا. بالنسبة لمباراة اليوم كونتر سي بي انتصار أداء ونتيجة. احنا نحبوا نربحوا جينا نكوروا نلعبوا لعبنا حابين نربحوا ربحنا ربي وفقنا فرحنا الجمهور نتاعنا وان شاء الله ربي ان شاء الله من احسن لاحسن. بالنسبة للبلاي اوف شنو تحضيراتكم باش نجم توعد بيبليك سي سي؟ ان شاء الله احنا نلعبوا على الشامبيونا. ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله ربي معنا والله الحمد لله اليوم هذا رجع معنا ليكيب معنا عاون صحابه باللي يلزم معنا والحمد لله كشفت فيكتوار وقعدنا الويلة معنا ونقعدين احنا بتبيعتنا نحضروا لمرحله البلاي اوف ان شاء الله معنا في البلاي اوف معنا نوري وجه الطيب تاع سي اس اس ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. بالنسبه للبلاي اوف الببليك يستنى برشا منكم بالطبيعه معنا هذاك المرحلة التتويج معناها هذين اللي نعملوا اللي علينا وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نزلوا شامبيون ان شاء الله. هل اللاعب الناس لنادي صفاقس ياسر في العيادي اول مباراة ليك اليوم في مباراة رسمية في التشكيلة الأساسية كيف لقيت الجو؟ والله كانت بداية طيبة وان شاء الله من حسن إلى أحسن وان شاء الله نكون عند المستوى عند المستوى نتاع الجمهور اللي عطى فيها ثقة وسين مصر في خميخم اللي عطى فيها ثقة ان شاء الله نكون عند المستوى. بالنسبة للتيبونتو اللي كنت مستماركيه كيف ضاعت؟ يلا غالب هذيك هي كورة عاد عطيتها حقها كها وضاعت ان شاء الله المرة الجاية. لي سي 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 في البلاي اوف في المرتبة الأولى قبل كل شيء كيفاش ريت المرحلة الأولى ديال السي سي اس في البطولة؟ مرحلة طيبة كما قلت معناتها كملنا في الصدارة ما تعرف معناتها في رقم مسالة معك نجم الساحلي اللي هو بطل موسم الفارت نصور المرحلة كانت باهية ان شاء الله ناخذ منها النقاط الإيجابية ونصلحوا من النقاط السلبية باش ان شاء الله نتعداو البلاي اوف كما يلزم اللي ان شاء الله نعاودوا 2013 ان شاء الله في صفاقس يا رب ان شاء الله. بالنسبه ديال البلاي اوف الببليك يستنى منكم بطول ايه تنجم تجيبوها؟ ان شاء الله اللي يلعب في النادي صفاقس مصيره مش يلعب على الالقاب وان شاء الله نعرفوا نتعاملوا مع المرحله هذه كما قلت معناتها 10 ماتشات تعرف كيفاش تعامل كل مقابله ومقابلتها ان شاء الله اللي هو نصور انا على الميدان تاعك ما يساومش يلزمك 3 نقاط البرا يلزمك زاد تعرف تجيب النقاط ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب ان شاء الله ونتوجوا السنه ان شاء الله. سي انس الزربي مدرب مساعد لنادي صفاقس قبل كل شيء نسالك على المباراه هذه سي سي بتشكيله مغايره بعد الشوبان وانتصار زوزبليش. صحيح اليوم يظل لي كانت فرصه العديد الوجوه الشابه باش كانت موجوده اليوم في التشكيله اي نون با دي ميريتي قدموا وجه طيب ان شاء الله المستقبل نتاعهم يبشر بكل خير مازالوا يتحسنوا اكيد انه اليوم المباراه تلعبت على وجهين الشوط الاول ما كانش في المستوى المعهود ومستوى المطلوب ممكن ما كانوش فما بوكو دو ريبير متعرف انت تبدل 3-4 لاعبين في التشكيله كانت وسط الميدان خذاتهن النادي البنزرتي كانت عده اخطاء في سيرتو في وسط الميدان ما بين الشوطين حاولنا باش نصلحوا سيرتو كما قلت لك سوء التمركز نتاع وسط الميدان هذاك اللي خلانا معناتها في الشوط الثاني تحكمنا اكثر في وسط الميدان ومع دخول على المرزوقي وماهر الحناشي والعمدوني يظهر لي الفريق كان خير وقدم شوط ثاني خير كنا نجمو نسجلوا اكثر من هدف اكيد انه اليوم يظهر لي كانت فرصه باش نقفوا على مدى جاهزيه نتاع اللاعبين اللي عندنا الكل ان شاء الله في هنا البلاي اوف نكونوا حاضرين كما يلزم ونكونوا في المستوى ان شاء الله. مش نحكيو على البطوله او المجموعه الثانيه كان فيها السي اس اس شنو تقييمك للمرحله الاولى للبطوله الوطنيه؟ والله المرحله الاولى ما كانتش ما فيهاش مباريات معناتها ضد نسق كبير برشا يظل لي ابار زوز ولا 3 مباريات اللي معناتها كان فما نسق كبير مباريات الاخرى ما كانش فيها نسق كبير برشا ممكن هذاك اللي خلى الاربع فرق خليني نقول اونتر بارونتيز الاربع فرق الكبار المستوى متقارب جدا اليوم يظل لي البلاي اوف باش يتلعب على جزئيات الفريق اللي باش يكون مركز اكثر اللي باش يخدم على الديتاي اكثر هو يظل لي اللي باش يمشي لقدام في البلاي اوف.
بالنسبة للبلاي اوف كيف تشوف حظوظ السي اس اس بالمجموعة الحالية هذه وخاصة انه دي مش كيما 2013 ولات فيها 6 كيبات؟ اكيد اليوم نادي صفاقسي يبقى ديما مراهن جدي على البطوله. تعرف انت قدر نادي صفاقسي انه يلعب من اجل المراتب الاولى. اليوم ان شاء الله احنا نكونوا حاضرين كما يلزم ونقوم اونتام بيه في البلاي اوف هذيه وباش ندافعوا على حظوظنا الاخر معناتها رمق، وان شاء الله بحول الله الفريق يكون جاهز ويفرح الجماهير نتاعو.